A very warm welcome to the José Alvalade Stadium in Lisbon as the qualifiers for the 2024 European Championship finals get underway. The focus here is on Group J as the Euro 2016 winners Portugal host Liechtenstein. The first match in charge of Portugal for their new Spanish head coach, Roberto Martinez. It's also a first match back in charge of Liechtenstein for the Austrian René Pauritsch, who previously spent over 5 years in the job before leaving in 2018. He's back in interim charge following the departure of Martin Stocklasser, who left to become head coach at FC Vaduz in Liechtenstein. That's a lovely, pretty sight. The smartphone torches are on all around the stadium. And there's definitely a feel of a new beginning here. This will be a fascinating looking group, actually. It also includes Bosnia and Herzegovina, Slovakia, Iceland, and Luxembourg. Portugal will be favourites to finish top for sure, but there'll be some very tricky matches along the way in there. أنا استعد من أجل أحداث البداية وصافرة البداية. تحياتي بلال أحمد علام. الكرة تاليشكا يعدل على يساره أندرسون. أندرسون يعلي واحدة عالية في الجانب الآخر عند رونالدو اللي يلعبها براسه. كانت صعبة عليه حاول معاها. كرة الأبهى فيها كرة الأبهى وهنا سعد بجير. سعد بجير ونواف العقيدي رجعت على طول عند أمين الصعطوشي. أمين عطوشي يتقدم مبكرا لمصلحة أبهى. 1-0 1-0 من بدري أمين عطوشي يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي أبها في الدقيقة 6-1-0 هو أمين عطوشي اللي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 6-1-0 1-0 في الدقيقة 6 أمين عطوشي أو أمين تسعطوشي العالم بيقول إيه؟ بيقول إيه رباليني بعد العودة للفار رباليني بيقول الكورة تسلل بيقول الكورة رائعة مرفوعة وتسلل وبيلغي الهدف الأول اللي كان سجله أمين عطوشي اتلعبت الكورة عند عبد المجيد الصليح كما فنار بخشة انطلاقة من الجانب الأيسر غسلم كورة الكرة أمامية عند رونالدو رونالدو عايز يعدي مع سعد ناطق إلا قفل عبد الله الخيبري على الأرض إلى أندرسون تاليشكا إلى كرة أمامية محاولة عند جوستافو ولكن المرة دي بقى التغطية وضربة ركنية عبد الرحمن غريب يلعبها عالية غريب محاولة تاليشكا براسه لسه ما خرجتش لعبد الإله العمري ولكن هنا زكريا سامي ويصفر رابليني خطأ ضربة حرة من نصيب لكن رابليني بيقول العب أصليه يمرر عند غريب غريب مع الكرة لتمريرة أمامية وهنا المحاولة رونالدو 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 ولكن من أمامه سعد ناطق وحكم المباراة بيقول العب رونالدو كان رايح لكن سعد ناطق طلع من تحت الأرض مر بعرض الملعب تاليسكا يلعب على الأرض إلى رونالدو إلى تاليسكا يهرب له غريب لكن هو نقلة حلوة حلوة قوي في الجانب الأيسر غسلم كونان كونان عرضية خيبري في مكان صعب لكن هي تقطع وردت مره ثانيه محاوله من اليمين عبد الفتاح ادم ادم ولكن حرك قوه بدنيه هائله لسعد السلولي البينيه حلوه لادم اللي يسدد فارا جونزاليز نزلت عند سعد بجير هنا الخطوره هنا الخطوره هنا الخطوره هنا الخطوره هنا الخطوره هنا عبد الفتاح ادم اللي بيسجل وبيرفض انه يحتفل دفاع النصر يكبد النصر ثمنا غاليا هدف اول عن طريق عبد الفتاح ادم 1-0 1-0 ثلاثة من لعيبة ابها على خمسة من لعيبة النصر وينجح يمرر عند صليهم اللي يلف عرضية عالية حلوة جوه منطقة الجزاء من الجانب الايمن سلطان الغنام يلف الركنية العالية والرأسية لسه محاولة عند عبد الاله العمري عبد الفتاح سريع في المساحات مر كويس من عبد الاله العمري ولعب البينية الحلوة لسعد سلولي سعد سلولي يلعب بينية يا راجل 32 متر تقريبا وسعد بجير سعد بجير خبطت في الحيطة ولكن نواف العديدي قيس صديقي اتلعبت سريع عند عبد الرحمن غريب يا لعيب يا لعيب يا عبد الرحمن يا غريب لكنها خبط العمري اللي لمس براسه لكن نزلت عند كايسيدو بينيه حلوه حلوه عند ادم ولكن في النهايه سلطان الغنام فيها خطوره فيها خطوره فيها خطوره العرضيه فيها خطوره والتسديده من غريب لكنها عليت عن العارضه والى ضربه مرمى
الكرة إلى صليهم عبد المجيد، مع الكرة عبد المجيد عايز يعدي مرارة حلوة عند رونالدو، هرب رونالدو، عرضية من رونالدو ومحاولة، لكن أمين عطوشة كونان يلف العرضية جوه المنطقة، رونالدو استلم هيئة للصليهم، ولكن زكريا الغريب يلعب الركنية العالية، محاولة بتنزل وبتمر على القائم، بتقابل كرة إلى كونان، عرضية حلوة حلوة، محاولة عند تاليسكا، رجع عند لويس جوستافو، عرضية رونالدو براسه، ولكن في النهاية سهلة عند ديفيز إيباسي اللي يمسك الكرة بكل هدوء، رونالدو حاول ولكن في النهاية دور، لكن بص الكرة جوه المنطقة، غريب غريب، لعرضية من غريب لتاليسكا، يا لعيب يا لعيب، لكنها بمحاباة القائم الأيمن، أول كرة خطيرة بعد 15 ثانية، عرضية روعة من غريب، قابل معاها باكورد أندرسون تاليسكا، كونان كونان من الجانب الأيسر يمر، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، ولكن المرة دي بقى التاكلينج من سعد ناطق المدافع العراقي، وإلى ضربة ركنية من الجانب الأيسر لعرضية عالية عالية، الباسي طلع نزل في تاليسكا ولكن ما سيطرش عليها، وسلامات لمحمد مران واستدعاء للجهاز الطبي، سلامات لعبد الإله العمري، سلامات سلامات سلامات، رجعت في اليمين إلى سلطان الغنام، على الأرض إلى رونالدو، رونالدو يسدد لكنها عالية وإلى خارج أرضية الملعب، مران بيحاول ولكن هنا الكرة بتتقطع، يضغط الخيبري إلى مران، مران بينية حلوة لغريب، غريب يا راجل يا راجل، عندك زاويتين يا راجل، لكن يسدد وحش ديفيز إيباسي إلى ركنيه، يا راجل فرص ضائعة من النصر، والفارو جونزاليس على القائم العمري، ترجع إلى زكريا، سامي بينية حلوة، يا لعيب ولكنه في العقيدي، والمرة دي فيستن كونان لسه الخطورة، ويدفع يمسكها نواف العقيدي، ومطالبة بركلة جزاء من سعيد اليامي، لكن حكم المباراة بيقول العب إلى كرة طويلة لكنها لخارج الملعب وإلى رمي التماس، الإثارة دي غريب يلعب كرة طويلة عالية، تاليسكا استلم، تاليسكا تاليسكا مران بعرضية، لكن أفلين المرمى لعيبة أبها، أفلين المرمى لعيبة أبها، مش عايزة تخش للنص، لكن إيباسي في الأولى وفي الثانية ينجح سعد ناطق، ينجح سعد ناطق وإلى ركنية، شوف لسه كنت بقول لك تاليسكا منين على النقلات الكتيرة في وسط الملعب، إلى بينية حلوة حلوة لسلطان الغنام، حلوة لسلطان الغنام، استلم الغنام عرضية عالية، القائم الثاني الأيسر إلى غسلان، عرضية من غسلان لكن عطوش يطلع، نزل لجوستافو ياخدها على الطاير لكنها بعيدة عن المرمى وإلى ضربة مرمى حلوة، لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى، لعب بينية حلوة لسعد بجير ولكن فيستن كونان، التدخل لكرة من جوستافو إلى تاليسكا، تاليسكا لعب الكرة لرونالدو، رونالدو وسع، رونالدو رجعت لتاليسكا، يا راجل يا راجل يا راجل يا رونالدو، لتاليسكا تاني في الماتش، ورونالدو بيقول لهم يلا، في تغييرين قادمين، وبينية حلوة لعبد الفتاح، آدم آدم العقيدي، نواف العقيدي يتألق، وراية مرفوعة وتسلل، ضربة حرة غير مباشرة، راية وضربة حرة غير مباشرة، عقيدي بدأ دلوقتي بيحاول نادي أبها أنه يضيق الخناق، بل يصل لهدف تاني، يصل لهدف تاني، يا راجل يا راجل يا راجل، مران يلعب عرضية عالية، مران عدت من قدام رونالدو وإلى ضربة مرمى، عدت من قدام رونالدو وإلى ضرب من مسافة بعيدة، رونالدو يسدد، رونالدو صاروخ ماديرا يسجل، رونالدو يسجل بضربة حرة مباشرة، والله زمان يا رونالدو، والله زمان يا رونالدو، صاروخ ماديرا يعيد النصر من جديد إلى الملعب، رونالدو 1-1 1-1 قاعد يحاول في كاس العالم، عبد الرحمن غريب يلعبها قصيره لسلطان الغنام، الغنام عرضيه لسه الكره جوه المنطقه، مران نزلت محاوله في الفار، في الفار ركله جزاء للنصر، بيقول ركله جزاء للنصر، بيحتسب ركله جزاء للنصر، بس
باسي وتاليسكا وإباسي تاليسكا. روح النصر، روح النصر، روح النصر، تعيد النصر إلى المباراة بالهدف الثاني ليتقدم العالمي، ليتقدم العالمي. رونالدو وتاليسكا، اثنين النصر واحد أبها، وهدف ثاني عن طريق تاليسكا. اسمع احتفال حفلة مرسول بارك برعاية تاليسكا بالهدف الثاني في الدقيقة 86. تاليسكا يسجل الثاني في الدقيقة 86.